مرحبا بكم مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تي في فد البث المباشر مباشرة من مدينة أكادير، ودائما مع الحصيلة اليومية للوباء. فكما كيعرف الجميع أن يعني الحالة الوبائية يعني في ارتفاع هاد الأيام، يعني احنا في موجة أخرى من الوباء. فجهة سوس مثل اليوم تسجل 447 حالة إصابة جديدة مصابة بالفيروس، فيما تم تسجيل أيضا 7 حالات وفيات بسبب الفيروس. فكما قلت جهة مثلا اليوم سجلت 447 حالة إصابة جديدة، وجاء التقسيم ديالها على الشكل التالي: عمالة أكادير دوتنان سجلت فيها 211 حالة إصابة جديدة، عمالة إنزكان أي تملول سجلت فيها 96 حالة إصابة جديدة، تيزنيت 58 حالة إصابة جديدة، تارودانت أيضا 49 حالة الجديدة. فيما يعني شتوكا أيتباها سجلات 30 حالة إصابة جديدة. فكما سبقت وقلت أن يعني جهات مسا يعني كانت ما بين الجهات يعني تقريبا الخالية من الفيروس، اللي كانت كتسجل فقط يعني 8 حالات 9 حالات حتى 20 حالة فقط. فاليوم كنشوفوا ارتفاع عدد الحالات الاصابه يعني من ارقام قليله، ولينا كنشوفوا اعداد كثيره. مثل يعني اليوم سجلت الجهه يعني 447 حاله اصابه جديده و7 حالات ديال الوفاه. فكما سبقت وقلت ان التقسيم ديال الحالات جاء على الشكل التالي: عمالات اكادير دوتنان سجلت فيها 211 حاله اصابه جديده بالفيروس، عمالات انزكان اتملول سجلت 96 حاله، تيزنيت سجلت 58 حالة، تارودانت 49 حالة، شتوكا إيتباها 30 حالة. يعني بالنسبة للوفيات فعملت قدرو دوتنان سجلت فيها يعني 4 حالات ديال الوفاة، الله يرحمهم ويصبر العائلات ديالهم. عملت إنزك